الحمد لله قدرنا نيلو نقدروا نرجع في المقابله وين عدلنا في اخر مقابله. ان شاء الله اللي جاي راه يكون افضل، ان شاء الله نحاول نستغلوا على الاخطاء تاعنا، واللي جاي القادم ان شاء الله يكون احسن ان شاء الله. والحمد لله كنا خاسرين بلوس كو 3 بوا، وبالتعليم تاع المدرب رجعنا في النتيجه والحمد لله نقطه خير من ما كان والو، وان شاء الله بدينا نتفاهموا ايكيب جديده وان شاء الله من القدام نقدموا ما علينا ان شاء الله. C'est que les joueurs tawai ma kanouch ylعبو son ballon donc لقاو l'occasion l'équipe تاع ورقله باش عاودوا يولوا في سكور، وقعد السكور متقارب على هذا، شفنا باللي حتى لاخر دقيقه. نشكر اتحاد ورقله على اللعب وعلى الروتور تاعهم في الماتش، وكانوا قادرين يفوزوا بالكره الاخيره اللي كان عندهم الوقت. كان ند للند بين فريقين جريحين اللي تقريبا راهم يلعبوا على السقوط. لقاء الحمد لله اللي انتهى في روح رياضيه، والفريقين راهم بعاد على المستوى القسم الممتاز كما الفريق تاعي ان شاء الله، فريق مولديه تعيده. نتمنى خصنا خدمه كبيره ان شاء الله باش نوصلوا للمستوى باذن الله.